السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما زلنا نجري هذا اللقاء مع الحاج محمد محمد محمود أبو عمر القواسمي أبو سميح، حياك الله، والحاج أحمد حسين محمد أبو عمر القواسمي أبو عمر من قرية بركوشيا قضاء الخليل، وهذا الجزء هو الجزء التاسع من هذا اللقاء. عمي أبو عمر وعمي أبو سميح، إحنا وصلنا الآن للحظات الأخيرة في القرية. الليلة زي ما يقولوها الليلة الأخيرة في قرية بركوسيا. وصلكم خبر سقوط تل الصافي؟ كان الوقت ليلا كما ذكرتوا. نعم، عند السحور أو بعد منتصف الليل. وراح أسأل، أبدأ بعمي أبو سميح. في هذه اللحظات يعني أنت كنت نائم ولا كنت صاحي للسحور؟ قمنا على السحور طبعا على أساس من السحر والصيام. نعم، فصارت الحادثة، الهجوم اللي هو على تل الصافي. نعم، وبهذه الحالة طبعا احنا يعني لما كانت تسير من سمين هذولا من الجهة الجنوبية هذولا رحلوا وصاروا لنا، وهي تل الصافي هاجموها وصارت يعني صرنا احنا في الوسط يعني. نعم، وصارت تل الصافي بدها تقول يعني من الشمال الشرقي شوية منها، فاحنا طبعا صار عندنا الرعب شوية. قمنا طبعا كل واحد اخذ يعني شوية طحين شوية حبوب هل قدر، ملابس غطاء شايف كيف، أشياء خفيفة، وأخذ حللات وهالموجودات بقر غنم هاي الشغلات اللي قدر يشيلها وطلعنا. طيب طلعنا على ذكرين. لحظة عمي، هلا احنا ما زلنا في القرية، انا راح يعني كل حديثي يظل في قرية بركوشيا. نعم، وبعد ذلك راح ننتقل للقافلة اللي راح تكون مع بعض. القرية كلها. الوقت سحور. تتذكر الشهر؟ الشهر أول ليلة رمضان. ما هو رمضان نعرفش يكون يعني أنو شهر، كان شهر 7-8 ميلادي ولا 6 بعد الحصاد؟ بذكر طبعا يعني بداية 7. كنتم حصدين ومخلصين؟ حصدين موسم بيادر يعني. طيب نعم. هلا أنت في البيت موجود؟ في البيت. أنتو مين كنت في البيت في هاي اللحظة؟ ما فيش، أنا ووالدي ووالدتي. أخوانك مين كانوا معك؟ ما عنديش كان إخوان يعني. وحيد كنت أنت؟ خواتك مين هم اللي كانوا في البيت؟ اسمه هند وكوكب. هند وكوكب. نعم. مين اللي بلغك في الرحيل يعني لازم نرحل؟ مين اللي حكى لك؟ والدك؟ كل البلد طبعا. والدي لما شاف الناس بدأت يعني كل إنسان من عنده صار يحمل ويرحل، إحنا كذلك. وكنا إحنا طبعا إحنا ودار عمي عبد العزيز وفي عمه لأبو عمر برضه كمان إحنا خارج البلد شوية. وبدأنا مع بعضنا وصرنا نكفل. طيب خلينا في بيتكم عمي أبو سميح. نعم. شو الأشياء اللي فكر يأخذها والدك معه؟ أشياء ضرورية. نعم، يعني مثل كان عندنا شوية طحين أخذنا طحين. نعم، شوية قمح طبعا، ملابس غطا شايف في هاي الأشياء، المي، هاي الأشياء اللي أخذها. شوية جرة مي، شغلات يعني على أساس إن تكفينا لتنصل ذكرين أو رعمل. طيب أنت أشياء ضرورية. الرحلة اللي كنتوا راح تنطلقوا من بركوسيا باتجاه القرى العربية. نعم. شو كانت وسيلة المواصلات يعني؟ كنت كان عندكم دواب ولا بدكم تمشوا على قدام؟ الله يعزك حمير اللي يحمل على الحمار على جمال على بغل. انتوا في بيتكم شو كان عندكم؟ ما عندناش احنا كان بغل ولا على الحمير. على الحمير. نعم. طيب ايضا في اللحظة هاي يعني والدك لما فكر يخرج، شو كان الدافع الرئيسي الى خروجه؟ ليش بده يخرج؟ ليش؟ لانه بدا الرعب طبعا. احنا قلنا لك احتلوا القرى اللي منا للجنوب ومنا للشمال. احنا اصبحنا في الوسط وكنا يعني شعرنا بالخطر. يعني الدافع الرئيسي اللي هو الخوف من اليهود. نعم، الخوف من اليهود انه صرنا احنا الان يعني معرضين للخطر وبدنا نرحل. طيب عمي ابو سميح. نعم. يعني انتم لما فكرتوا تخرجوا من البيت وكان الدافع الرئيسي اللي هو الخوف. طبعا. هل كنتوا تفكروا او يعني كان عند والدك تفكير انه راح يرجع بعد اسبوع ولا بعد يومين؟ كان في امل. نعم، اللحظه هاي. طبعا كان في امل للرجوع. نعم، يعني مضينا فتره يعني حتى عده مراحل انه الامل ما كانش مقطوع، يعني كان في امل للرجوع. طب لما انت اخذت كل اغراضكم من البيت وقبل ما انتقل للقسم الاخر، تتذكر شو كان لباسك في هاي اللحظة أنت؟ لباسي كان بقولوا له هندية. هندية يعني دشداشي؟ شبه دشداشي بس مفتوحة من النص ولها دشميطة. دماي. دشميطة. يعني زي الحزام يتحزم فيها وسروال. نعم.
هذا كان لباسك. نعم. وبعد ذلك جمعتوا باب البيت على دوابكم كل أغراضكم. نعم. وانتقلتوا لمركز القرية ولا مباشرة خرجتوا؟ ما بعد ما كل إنسان حمل المطلوب اللي بده يأخذه وكل إنسان يتوجه لجهة الشرطة لا ذكري. نعم. ومن ذكرين طبعا في إخوال أبوي قلت لك أنا من رعنا بالدار خاطر. إحنا ما بتناش غير ليل يعني في ذكرين وبعدها انتقلنا لرعنا. طيب أنا راح أحكي يعني مش بعيد يعني عند ذكرين من شرق ذكرين حوالي 2 كيلو بس 3 كيلو. طيب بدي أسألك سؤال عمي أبو سمير. تفضل. ما زلنا في القرية إحنا. قبل خروجكم هذا النهائي اللي كان في 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 أول يوم رمضان أو في أول ليلة في رمضان. هل قبل هيك في أيام أو في أسابيع اضطريتوا للخروج والمبيت في محيط القرية مثلا؟ لا لا. خوفا من شيء لا معين؟ لا. إحنا ما يعني ما صار عندنا يعني النية للخروج إلا بعد ما هجموا على تل الصاف وصار إنه لأنه أنا ليش سألتك هذا السؤال؟ صار في رعب شوية حتى أوضح للمشاهد عم أبو سمير. في بعض القرى العربية خوفا من اليهود ومهاجمة اليهود ليلا كان يخرجوا الأطفال والنساء ويباتوا في الوعر وفي الجبال. نعم. ويبقى المسلحون داخل القرية. المسلحون كانوا موجودين. لا قصدي ويبقوا المسلحون فقط في القرية. هل كان في بركوشة أنه يخرجوا الأطفال والنساء بالليل؟ احنا فعلا ليلة ما خرجنا لا قبل الخروج النهائي قبل لا ما كانوش غائلة مبرر لا لابد. لا لا ما في لا كان طيب. كل واحد ببيته. هل الآن انتوا اجتمعتوا في وسط القرية ولسه ما خرجتوا وأعود إلى عمي أبو عمر. عم أبو عمر أنت بتذكر الوقت؟ ذاكر الوقت قبل الفجر بقليل. نعم. وكنا يعني نبهونا للسحور وذاكر أنه في ذلك اليوم كانوا عاملين يعني أنا ارفع صوتك عمي. جدي عنده زوجات ثنتين. نعم. وأمي كانت موجودة. والدك ووالدي وعمي الأصغر من والدي. نعم. ما كانش متزوج كنا موجودين مع بعض فاجتمعنا على ظهر السطوح فوق وكانت الدنيا صيف والجو يعني جيد. نعم. وبدأنا نتناول السحور. مجرد ما بدأنا بتناول السحور سمعنا إطلاق النار كثيف في منطقة تل الصافي. نعم. فحكى أبوي قال هاي هجوم على تل الصافي. أبوي اللي حكى. عمي تناول بندقيته وراح يجري وجد إنه أهل تل الصافي صار بعضهم واصل يعني على أطراف البلد على 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 ذكرين وبعضهم من جهة بلدنا طبعا أجوا وراحوا على ذكرين. فأجى راجع لأبوي. أبوي اتخذ القرار فركبنا كان عندنا عرباية وجوز بغال وعندنا حمار أجلك الله ويعني فحملنا أشياء خفيفة جدا يعني ما لابسنا اللي احنا لابسينها وأنا كنت لابس أيضا اللي هم بسموها الدماية وإحنا في بلدنا بسموها هندية. نعم. يعني نسبة إلى الهند. نعم. بعض الناس بسموها ساي وبعضهم بسموها كبر يعني هي نفسها طريقة التركيب. وذاكر انه خرجنا الى بيت الى بكرين وبتنا فيها ليله واحده ثم منها الى رعنا. لا لحظه. لا. قبل ما ننتقل لاي قريه ما زلنا الان ان الهجوم بدا على تل الصافي. تل الصافي سقطت. بعض المواطنين وصلوا الى البلد. والدك اخذ قرار بانه نغادر. نعم. اخذت ما يمكن اخذه من البيت. نعم. وحملتوه على الاشياء الوسيله الموجوده معكم من دواب. نعم. هل اجتمعتوا في داخل القرية مثلاً ولا خرجت مباشرة؟ خرجنا مباشرة إنه كل واحد من أهل القرية صار يجمع أولاده ويطلع. نعم. لأنه طيب هلا سؤالي إلك عمي أبو عمر ما بتتذكرش إنكم سكنتوا في محيط القرية أنتوا؟ لا. قبل الخروج النهائي. قبل الخروج ولا ليلة واحدة. ولا ليلة. لكن المسلحين كانوا حكيت لك بحرصوا على مسافة 2 كيلو متر. نعم. خارج القرية حراسة المناوبة حراسة ليلية من الجهة الجنوبية ومن الجهة الغربية. من جهة تل الصاف ما كناش نحرس لأن أمينين. نعم. صراحة من جهة طب أنا بما أنك ذكرت للأشخاص اللي كانوا بيحرسوا المجموعة اللي يعني أنتوا ذكرت لأنه كان عندكم حوالي 12 بندقية. معناها هناك في 12 شخص كانوا عم بيحرسوا في الخنادق الموجودة بين يعني الجهة الغربية والجنوبية. الجهة الشرقية فيها 12 شخص بكانوا. طب هذول مباشرة انسحبوا إلى داخل القرية برضو؟ طبعا
لما سقطت سمير وسقطت السير، هؤلاء مشان أولادهم ومشان أهاليهم مثلهم مثل غيرهم. نعم. كل واحد يعني لما الهجوم على تل الصافي اتجه قسم منهم للدفاع عن تل الصافي، وجدوا أهل تل الصافي قد يعني وصلوا لاجئين، صاروا إنه البلد سقط، وإطلاق النار كان كثيف بشكل كبير جدا. ولأول مرة إحنا بنسمع يعني سلطات أصوات الفكرز والبرنات يعني في محيط البلد. نعم. طيب تقدر توصف لي شعورك في اللحظات الأخيرة وأنت عم بتغادر البلد؟ طبعا أنا في ذاك الوقت طفل. طفل معني يعني لكني شاعر، لأنه أنا في المدرسة وقرية دير ياسين بيذبحوا اليهود بيذبحوا الأطفال وبيذبحوا بطون الحبالة، يعني كنا سمعنا وسمعنا القصيدة اللي في تأبين عبد القادر الحسيني لها في عليك يا سعادة تنادي وصبرت بيض ملابسي بسوادي، يعني شعرت أنا يعني بالعجز، وإنه يعني هؤلاء اليهود بدهم يعني يحتلوا أرضنا وأنا قاعد بهرب وليس بيدي شيء ولا عندي إمكانية، يعني شعور الإنسان اللي بالضياع، يعني شعور بالضياع في ذلك الوقت شعرت. طب كان باعتقادك إنه يعني المدة اللي راح تغيبها عن البلد قليلة جدا، يعني كان عندك أمل؟ هذا كان اعتقادنا حتى ونحن في بيت جبري. نعم. إنه نكون في أقرب مكان إلى بلدنا على أساس إنه العودة قريبة، وحتى ونحن في الخليل. في الخليل يعني بدي أحكي لك قصة طريفة، معلش ممكن جاء أحد أعضاء القواسمي كان نائب رئيس البلدية. نعم. عشيرة القواسم عشيرتنا. وهو يعرف أبي وجدي معرفة جيدة، نعم، حد شاكر داود القواسمي، حكى لأبوي إنه يا حسين روح في هالمنطقة الجبلية اللي قبالكم محكام ما أنتم ساكنين، روحوا حوطوا من الأرض مثل ما بدكم وابنوا عليها البناء اللي بدكم إياه، لأنه ما حد حيعرف إمتى العودة. نعم. فلما أبوي حكى لجدي، جدي قال له روح، كان يعني نفر فيه نفرة شديدة، قال له بكرة بنرجع، شو بدنا نعمر بلاد خربها الله، احنا بدنا نعمرها بهذه الصورة، يعني الأمل كان قوي ان نرجع، وخاصة انه المصريين ونحتلوها في الليل ونحتلها بالنهار، يعني كانت في خديعة يعني من الجيوش العربية في ذلك الوقت. نعم. طيب الآن يعني انت الآن خرجت من البيت. نعم. قررت المغادرة. نعم. باعتقادك، سؤالي لك، يعني وقت الصباح كانت البلد كلها مغادرة للقرية؟ وقت الصباح لم يكن في البلد إلا غير الأشخاص اللي يعني عندهم ممكن القدرة على الدفاع عن البلد أو شيء، يعني أعداد محدودة، حتى إنه يعني اليهود ما يجوش يحرقوا البلد أو ينسحبوا في الوقت المناسب، يعني إذا كان، أما وقت الصباح كان كل من يستطيع الخروج من البلد قد خرج. طيب تتذكر أسماء من اللي بقيوا في البلد، يعني اللي كان باعتقادهم قادرين على الدفاع عن القرية؟ اللي عندهم البنادق، اللي عندهم يعني البنادق هذول حراس وشباب يعني بقوا في البلد، يعني منهم مثلا واحد من اللي بقوا في البلد عمي محمود، ويمكن بقي حد من اولاد ناصر، حافظ اسماء عمي ابو سميح. نعم. من اللي ظلوا في البلد بعد خروج العائلات. اللي كان يسيد حامل السلاح محمود محمد حسين عوض عثمان، محمود احمد حسين، نعم، محمد عبد الفتاح، نعم، ابراهيم عبد الفتاح، شو اسمه، اللهم صل على محمد، علي شاكر، علي شاكر، من دار فشار طبعا، في محمد عثمان، طه محمود الحاج، طه محمود، يعني في 10-12 نفر بس. طب هذول شو الفترة الزمنية اللي مكتوها في القرية تقريبا؟ هل بقيوا يوم مثلا أو ساعات وبعديها غادروا على اعتبار؟ مكتوا حوالي يومين تقريبا بعد ما سقط التل الصافي، يعني كان مكتوا هناك على أساس يعني يحرسوا البلد طبعا، من الناس كانت تخاف من بعض كمان.
نعم. كانت هنا بعضهم اللي يطلع يروح ياخذ ينزلوا من القرى المجاورة هذه يعملوا غزو سطو. المهم هذول الجماعة بقوا بيجوا من هذا وبعدين ايش طلعوا. هل خرجوا ضمن هجوم ولا خرجوا لوحدهم؟ لا 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 بدون هجوم. هذول المجموعة لما شعروا بلدنا ما تهاجمت لما شعروا ان التل الصافي الله اكبر في يد العدو. نعم نهائيا يعني اسقط في ايديهم واصبح يعني من وجهة نظرهم انه الدفاع عن البلد مستحيل غير مجدي ومستحيل. فلذلك قرروا الانسحاب فرادة يعني مش على شكل مجموعة أو نعم. انسحاب مرتب يعني كل واحد التحق بعائلته. آه. طيب عم أبو عمر يعني في بعض القرى العربية نتيجة الهجمات اللي كانوا يتعرضوا لها الهجمات المفاجئة خاصة بس يعني أنا باعتقادي كونه بركوسيا خرجت براحتها يعني ما كانش عليها هجوم في هاي اللحظة. آه. هل نسوا في البلد طاعنين في السن كبار ما قدروا يشيلوهم مثلا ضل في القرية كبار بلدنا ما كان عجائز مثلا ما كان فيها حد غير قادر على المشي من العواجيز. المرأة الوحيدة اللي كانت غير قادرة على المشي وحملناها حمل في العرباء في عربة الخيل تبعتنا جدتي أم أبوها. شو اسمها كان؟ اسمها فاطمة. فاطمة وهي أصلا مش من بلدنا من بلد اسمها السوافير الغربية قضا حيفة. هاي السوافير الغربية لا مش من قضا حيفة من قضا غزة. نعم وهاي اسمها فاطمة من عائلة شحادة من السوافير. نعم 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 جدتي رحمة الله عليها. هاي اللي حملتوها بتتذكر؟ هاي حملناها حمل لأنها غير قادرة على المشي. طيب إذا الآن انتهينا من القرية خرجت العائلات كلها. نعم. باتجاه زكريا. ذكرين. آه. الآن راح تحكي لي عن الأحداث عمي أبو عمر وراح أنتقل لأبو سميح في بعد ما نصل بيت جبرين في ذكرين. هل استقريتوا هل مكتوا لمرور كان ليلة واحدة لأن شعرنا أن أهل بيت جبرين نفسهم بتحركوا إلى الشرق مثلنا مثلهم خلاص. قصدك ذكرين ذكرين نفسها عم تتحرك. فبدأوا يتحركوا فكيف يعني إحنا نبقى في ذكرين وأهلها يعني بيهاجروا. نعم والجيش المصري اللي كان موجود فيها كان يشجعهم يقولوا معلش يعني ما تحركوا انتوا حتى ما يهجموا اليهود عليكم وكذا بعدين بنرجع لكم اياها بمعنى انه هم بيحتلوها في الليل واحنا بنحتلها في النهار. ومن ذكرين الى رعنا فكدنا ثم الى بيت جبرين. طيب في بيت جبرين رعنا وكدنا مرور كان عليها مرور دخلتوا البلد ولا على اطرافها كنت مرور وجدنا رعنا وكدنا ايضا الكل بتحرك الى الشرق كلهم عم بيخرجوا يعني. نعم لانه الرعب اللي اوجدوا حادثه الهجوم على تل الصافي تل الصافي معركه القسطل لا معركه القسطل اللي نعم اللي استشهد فيها دير ياسين يعني عفوا دير ياسين. نعم نعم هذا يعني دمر معنويات القرى هاي كلها صار فيها خوف جدا شديد وخاصة انه السلاح ما وجدناش السلاح اللي بعتنا نشتريه ما وصلنا ما وصل ولم يكن لدينا سلاح فكيف بدنا ندافع عن انفسنا ونحن عزل من السلاح. فلذلك صارت الحركة اتجاه مدينة اكبر ويصير في تجمع اللي هي بيت جبرين. نعم نعم طيب وصلتوا بيت جبرين. وصلنا بيت جبرين. طيب أنا يعني في بعض القرى العربية لما كانوا يصلوا لبعض المناطق نعم. كانوا يضطروا للعودة مثلا إلى قراهم. نعم. لكن قبل ما أسأل أنا هذا السؤال نعم. هل في أثناء رحلتكم هاي رحلة العذاب اللي انتقلتوا لها من بركوسيا إلى بيت جبريل هل تعرضت القوافل اللي أنتوا كنتوا من ضمنها لأي كمائن إسرائيلية أو هجومات أو أي شيء من هذا القبيل؟ ما كانش الإسرائيليين واصلين لسه ما كانوا واصلين لهذه المنطقة. طيب ألا بدي تحكي لي عن يعني حياتك في بيت جبرين أنت وعمي أبو سميح خاصة أنتوا كنتوا يعني جيال وكان لكم ذكريات طفولة مع بعض. نعم. تحدثني عن يعني اللحظات اللي عشتوها في بيت جبرين اللي استمرت كم يوم تقريبا؟ في بيت جبرين حوالي شهرين. في بيت جبرين شهرين؟ حوالي شهرين. كان فيها جيش عربي بيت جبرين؟ كان فيها جيش مصري. جيش مصري وفيها اللي هم بسموهم المناضلين
اللي هم جماعة فوز القوقجي اللي عبد اللطيف يجمع البنادق مشان يدربهم مشان المصريين يدربوهم للدفاع عن بيت جدي. حكيت لك انه انت ذكرت لي انه في صار جمع البنادق من الثوار او من المقاتلين من القرى الاخرى، من كل من يحمل بندقيه ينادوا انه يا اخوان اللي ما حامل بندقيه تفضل يسلمها هون مشان القوات المصريين يعني تسلمها اذا كان بنفع هو يحملها او يسلموها للمجاهدين. نعم. اللي بيدافع عن البلد. في هذه الفتره صارت هجوم بالطائرات على بيت جبريل، هجوم بالطيران لدرجة انه المنطقة هاي اللي حكينا لك عنها اللي تل صندحرنا في منها يعني وادي فيه زيتون، اذكر انه جاء صاروخ قد يعني كبير في ذلك الوقت بين ثلاث شجرات زيتون، شال جذور الشجرات الزيتون لفوق والسعف الزيتون والسيقانها وورقها الأخضر صار لتحت. أنا يعني متذكر هاي اللحظة، اللحظة تماما. في هذه اللحظة كنا إحنا قد لجأنا إلى طور، كلمة طور بمعنى مغارة ضخمة جدا، مغارة ضخمة، وهذه المغارة ارتفاع يعني الصخر فوق رؤوسنا فيها مترين أو ثلاث أمتار، لكن من قوة الضربة اللي أمامنا بحوالي يمكن 20 أو 30 متر بعيدة عنا حوالي 20. مين اللي سكن الطور عفوا؟ سكننا عائلتي وعائلته وأقربائنا اللي كنا مع بعض كنا في البلد يعني ظلينا. هاي وين جاي بالنسبة لبيت جبرين؟ من أول الشرق، في شرق بيت جبرين. نعم. بس من ده يعني مش بعيدة عن البلد هاي. نعم. هنا يعني تزعزع. سكنتوا من البداية فيها هذا المكان ولا كنا ساكنين في الضرب. ساكنين فوق في عند فينا نسيب اسمه عبد الله العزيز يعني. وجدتوا ناس استقبلوكوا وبيت استقبلنا الرجل محنا لكن طعامنا معانا وبنطبخ وبنعجن. كان في شجر اللي هنا تحت خروب واللي سوى له خربوش واللي في مغارة. المهم نعم. يعني من طعامنا ومن يعني مما حملناه احنا معانا، لكنه لما صار الضرب الطيران هذا كلنا هربنا لوين؟ لها حتى تحمينا من يعني من الطيران. لكن اهل بيت جبرين ضلوا في البلد، اهل بيت جبرين بعضهم ايضا هرب وبعضهم ضل وبعضهم حسب المنطقه اللي تضرب. طب هاي المغاره اللي انتقلتوا لها في الطور اللي جاء شرق بيت جبريل، شو الفترة الزمنية ما كنتوا فيها تقريبا؟ ما كنت فيها تقريبا حوالي أسبوع أو أقل من أسبوع. في هذه الفترة في عمتي كانت معانا ولدت بنتها اللي هنية الله يرحمها، ولدت في المغارة، في هالمغارة ولدت بدون داي وبدون أي شيء، بدون داي وبدون أي حاجة. أي نعم ما شاء الله. يعني للعلم بس. طيب شو اسم بنتها؟ اللي ولدت اسمها هنية. ما زالت عايشة يعني؟ توفيت يعني تقريبا قبل سنتين. مرت أخوه. طيب احكي لي ذكرياتكم اثنين مع بعض في هاي المنطقة. ذكرتوا لي انكم كنتوا تروحوا سوا مع بعض. كنا نرعى واحنا في تل صندحني في عند الحج عبد الله العزيز. كنا نرعى الغنم مع بعضنا يوميا، من الصباح نطلع بهالغنمات ونرجع في المساء. نعم. وطبعا نسقي الغنمات وفي الليل ننام معهم وفي الصبح نطلع نرعى. في معنا شباب زينا من اهل البلد، من بلدنا ومن اهل بيت جبريل، نكون يعني مجموعات ونتحدث ونسمع الاخبار ونسمع الاخبار من بعضنا انه شو سمعت وشو كذا، كل واحد يحكي اللي سمعه. يعني كنا ايضا على صله بالاحداث. نعم. مش لانه يعني مع الغنم انه ما بتعرفوش الاحداث، ما بتوتين الصله او مقطوعين الصله بالاحداث. نعم. طب هاي المكان اللي دخلتوا له اللي القصه اللي حكيتوا له اياها، مكان المغاره هاي اللي انتم المغاره هاي اسمها السوق في بيت جبرين. نعم. ويعني مكان اثري معروف، يبدو انه اثر روماني قديم. هذا شرق بيت جبرين قديش المسافه تقريبا؟ في كيلو ونص. في كيلو ونص. نعم.
وصف لي هذا المكان عمي أبو عمر. هو طبعا في جبل جاهي، والأرض اللي فيه الدخول له سهل كان؟ الدخول له لا، بوابته مع الزمن انهدمت. نعم. فبس لما كانوا الرعيان بفوتوا فيها زي ما تقول بفوتوها يعني سباحة هيك زحف يعني. زحف لما يمشوا 4 متر 5 متر بعدين بتصير الإنسان يستطيع أن يقف يعني واقفا، والشمس يعني تدخل من الغرب ومن الشرق، في الصباح بتدخل من الشرق وفي المساء بتدخل من الغرب الشمس، يعني هندسة اللي رسمها يعني مهندس. نعم. يعني بس قديم، آثار قديمة. هو عبارة عن إيش من الداخل هذا المكان؟ زي عبارة هم بسموه السوق المكان هذا. نعم. بسموه السوق. أنا بتصور إنه كان مدينة قديمة هذا. نعم. الله أعلم، لأنه بيقولوا إنه بيت جبريل هي أجندين، وأجندين كانت عاصمة في الزمن يعني في المنطقة هذه في زمن الرومان. نعم. هذا قبل الفتح الإسلامي. نعم. طيب عمي أبو سميح، الآن راح أنتقل إليك وتحكي لي قصة رحلة والدك من بيت جبريل لبركوشيا. لأن في بعض القرى العربية يعني المواطنين كانوا يضطروا للعودة إلى قراهم تسلل أو بالخفاء لإحضار بعض الأشياء اللي نسيوها أو بعض الطعام من قراهم. وذكرت لي أنه والدك كان من والدتك من الأشخاص اللي حاولوا يرجعوا إلى البلد. بالبداية احكي لي يعني من لحظة خروجهم من بيت جبريل كم شخص كانوا، وإذا بتذكر لي برضو أسماء من اللي كانوا مع والدك غير والدتك. فضل. سيدي لما احنا رحلنا وسكننا بيت جبريل، طبعا المواد التموينية تقريبا يعني وصلت للنفاذ، يعني ما ظلش. طبعا الناس بدأ، لو ترفع صوتك عم الناس بدأ طبعا يجيب اللي يجيب له شوية حبوب مشان يتحمل وكل شيء. كيف المسافة فيها 15 كيلو بين بيت جبرين وبركوسة ولا 20؟ تقريبا في 20. نعم. في 20 كيلو. تفضل. يا سيدي ألفوا قافلة طبعا من نساء ورجال، ومنهم حمل الدواب مثل الحمير والجمال والغال، يعني كونوا قافلة يعني من 40-50 نفر تقريبا بين نساء ورجال، ونزلوا في الليل. ليلا؟ ليلا. أنت كنت في وداعهم ولا ما كنتش موجود؟ لا انا ما كنت. وين كنت في اللحظه هاي؟ لا قصدي مش في الرحله معهم. لما انطلقوا كنت في وداعهم، انت كنت موجود؟ طبعا انا كنت في بيت جبريل، احنا ساكنين عند نسيب ان اسمه الحاج عبد الله علي العزي. معنى هذا اهل بركوسيا يعني احتاطوا هالبيت، كان مطرف على بيت جبريل في المنطقه اللي هو موجود فيها، يعني كان معمر جديد في راس الجبل، وفي النسب بيننا مصاهره يعني ومعرفة. طب هذا الحدث اهل بركوسيا حوله يعني اللي سكن بمغارة واللي سكن بخيمة واللي سكن تحت الخروب، ويعني سكننا هنا. طب هذا الحدث لحظة عودة والدك إلى بركوسيا ما كنتوش منتقلين للطور اللي أنت حكيت لي عنه؟ هذا قبل. قبل هذا قبل. طيب قبل. تفضل. لما ألفوا القافلة هذا ونزلوا، نزلوا طبعا من بيت جبرين وعلى ذكرين وعلى بركوسيا، وصلوا بهالليل. حكيت لك برضه لما كان موسم البيدر، احكي لي بكل القصة، كل القصة، لأنه احنا الآن كل واحد موسم البيدر بعد. نعم. ما طلعنا قبل مشاعر بالخطر. اللي عنده شوية حبوب صار يحمر يحفر خندق بداخل البيت، يعني. نعم. البيت كان يتألم يعني من دلم أو دلم يعني مصور في داخل بيته، يحفر ويدفن القمح والشاير أو الذرة الحاصل اللي عنده. نعم. شايف كيف؟ معظم البلد يعني صارت تشوف شو بيسوى الناس، ويسوى زي بعض هم يدفنون على اساس في امل الرجع. لما نفذ طبعا المواد التموينيه واحنا ببيت جبرين قرروا انه بدهم ينزلوا، ونزلوا حملوا هالدواب اللي معاهم ورجعوا. كان الجيش المصري تذكري، والكبانيه هاي اللي كبانيه موسى هاي من اراضي بيت جبرين كانت من الذكرين ولا الجنوب، وهم راجعين. وصل القرية والدك؟ وصلوا ورجعوا واخذوا كل شيء بدهم اياه، جابوا الحبوب اللي بدهم اياه وهال المتاع اللي بدهم اياه. نعم. شايف كيف؟ ورجعوا. لما صاروا على سوا الكبانيه هاي اللي ذكرين
صار يستعون يروحوا على جهات اليهود ولا يجوا على جهات الجيش المصري، لأنه كان اللي يمسكوا يسادروا القمحات أو متاعه ويأخذوا على السجن يقولوا هذا جاسوس. طب وين كان الجيش المصري في هذا؟ في ذكرين. يعني ذكرين ما كانت الساقطة في هاي اللحظة؟ ذكرين ما كانت ساقطة؟ لا ما كان، يعني كان الأهالي طالعين بس ظل الجيش المصري مع المواطنين اللي كانوا مسلحين. نعم. كانوا يحرسوا البلد. نعم. أما الأهالي النساء والصبيان والاختياريين اللي ما بقدرش يعني طلع. نعم. لما وصلوا يا سيدي على سوى الكبانية، الوالدة راكبة على الحمار الله يعزك بتقول لي يا محمد الحمار تأخر عن إكفار مناحم هاي الكبانية. نعم. لا إكفار شو اسمها كبانية موسى اسمها. هاي من أراضي بيت جبريل بتكون جنوب ذكرين. نعم نعم نعم. شايف كيف؟ بتقول له تعال سوق الحمار مشان نلحق القافلة. ميل يمكن حوالي 5-6 أمتار آخر اليهود عاملين كمين وسط الذرة، كان حصاب يمكن طول مترين من الذرة. نعم. البيضة هاي شايف كيف؟ ومسكو سلم 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 دين يليل. أبوي بفكرهم كان من القرى اللي فوق بيت جبرين من إذن الترقومي هاي الصريف والمناطق، فكرهم قطاع طرق. فكرهم وين راحت رجال عين ثبت. المهم واحد من لأنه خرفنا هو يعني بلسانه قال لي واحد من اليهود شلح المسدس حطه براس قال اسكت نتكلم بموت. لما شافهم يهود أبوي قال على طول حسوا سلمت يا خواجة سلمت مشان الوالدة واللي معاها يهرب. يعرفوا ويهربوا. نعم. فعلا هذاك الجماعة ظلوا ماشيين. اليهود برضو كانوا خايفين يقول لك هذول معنا القافلة مش معقول مش مسلحين. مسكوا أبوي واحد من اليمين واحد من الشمال وشي قدام وشي وراء وهربوا فيه. ولا لابدهم كل الجماعة هذول القافلة باخذوهم. نعم. بس اللي ظهر انه كانوا الاخرين خايفين مسكوا وضالوا رايحين وين باتجاه الكبانية هاي كبانية موسى. وصل هناك قال قبل ما ندخل اعطوا اشارة تنوير انه هاي بينهم يعني معروف الحرس اللي على الكبانية. قال فتحوا لنا الباب وخذوا. لما فتنا قلت خلاص انا من موت موت حساب بدي اطلب اكل واشرب واللي بصير اللي كاتبه الله صح. نعم. قال بس وصلت قلت له خواجة أنا جعان وعطشان. قال راح جابوا لي مية وجابوا لي شاي جابوا لي هالبيجامة حتى أخذ حطوني بغرفة ورحت اتحممت لبست هالبيجامة وقعدت شربت شاي وكانت جابوا لي هالدنيا الصبح تقريبا جابوا لي هالفطور أفطرت وقعدت شوي والله يمكن على الساعة 8-9 إلا جاي ضابط احتمل يكون من يهود السودان من أفريقيا من جهات لونه أسود. المهم نعم ضابط وجنود ثلاث. قال استسمعنا قلت له أنا محمد من أي بلد؟ قال له أنا من بركوسة. وين بركوسة؟ قال له هاي من كل الغرب. شو جاي تساوي؟ ليش أنت مسكوك اليهود؟ قال له والله يا خواجة أنا طلعنا من البلد وما فيش معنا مواد تموين جيت اخذ شويه حبوب لاولادي عشان نطحن والحرس مسكني وهذا احنا جينا لعنده. طيب شو بتعرف عن الجيش المصري؟ قال الله الهمني. قلت له يا خواجه والله انا رجال عندي بقرات بصرح فيهن الصبح بروح المغرب بحط راسي بنام والله لا بعرف جيش مصري ولا جيش اوروبي. قال امسك هالفرشه لو حط بس. قال لي اذا ما بتكلم مظبوط انت بقول الله ألهمني. قال لي ظلك مصر على كلامي. يسألني أقول له نفس الكلام إنه أنا رجال عندي بقرات بصرح فيه الصبح بروح المغرب بحط راسي بنام والله لا أعلم عن شيء. بده عن الجيش المصري موجود وين؟ بدي أعرف وين مقرهم وقديش عددهم يعني بالطريقة. المهم ظليت مصر على كلامي وحط سجل تقرير. قال والله نمت هذيك الليلة. ثاني يوم الصبح جابوا لي هالفطور وحطروني وجابوا عصبوا عيني وطلعوني ركبوني بالله وين علمي اتجاه جهة الغرب. قال ظليت أمشي تقريبا يعني بيجي ساعة زمان سيارة طبعا سيارة. قال يوم فتحت عيني وإني في كبانية لليهود عند عقل
إلى الرملة. شوف وين. نعم. والله طلعت البلاء هاي الكبانية عارفها بالشبر. في صديق له اسمه عبد الله أبو عامر من عاقر، الكبانية ملاصقة لها من الجهة الغربية، وكان الوالد عنده بقرات وكان يعني يأخذهن ويروح يحرث في البيارات ويراعيهن ويحرث ويأخذ أجر، وكان يبات عند واحد اسمه عبد الله أبو عامر من عاقر، وكان يراعي البقرات في الكبانية هاي اللي بقول لك اللي كان فيها. نعم. المهم يوم فتحت عليه قالوا اني بالكمبانية اللي تبعت عادي خير. وين انا طيب؟ قالوا الصبح جابوا لي هالفطور واجوا ضباط اثنين مع جندي برضو نفس الكلام، استنطقوني نفس الكلام اللي حكيته هناك حكيته، هددوني بالضرب بالقتل، قلت خلاص بدي اظل مصر عليه. يظل يعني الله الهمني نظل مصر على الكلام اللي تحدثت. شايف كيف؟ قال يا محمد انت صادق وخلص ان شاء الله ما بصير لك بالخير. يحكوا عربي. والله الظهر جابوا لي هالغدا وتغديت وجابوا عصبوا عيني وطلعوا وركبوني في السيارة واتجهت اتجهت الجنوب. في معسكر بيقول معسكر عسقلان. نعم. الغزة. قريب بين الرملة واليد وبين غزة. قريب من السدود. نعم. قالوا انهم عاملين للأسرة العرب عاملين معسكر زي المخيم، خيام شوارع كل شيء. قال لهم فتحوا عني وحطوني منهم، حاطين كل ثلاثة أربعة بخيمة وعاملين هالخيام ستار ستار بين الشوارع وعاملين لهم مسجد من الخيام طبعا، وكل ثلاثة أربعة أعطوهم بابور كاز مع طنجرة مع بريك شاي مع يعطوهم شاي وسكر وكذا وأكل وشرب. ويعني قال الشهادة، قلت أشهد أن لا إله إلا الله وسيدنا محمد رسول الله. هسا شعرت بحالي أني أنا بديش أموت. نعم. إلا لا يوم إلا رب العالمين. قال والله برجع مرجوعنا لمين؟ للوالدة وإحنا في بيت. نعم. جبريل معنا أكم من رأس غنم وبقرتين، الله يجزاك حمار، طيحنا مع سوق بيت جبريل على اساس نبيع، شو بدنا فيها؟ ما فيش داعي. والدتك قررت بيع؟ والدتي. ما فيش مكان. ما فيش. نعم. مكان. المهم يا سيدي يعني اقرب من فرج الله ان هاي رساله من الصليب الاحمر الدولي. بعد غياب كم يوم؟ يمكن في شهر تقريبا. نعم. وين جاي رساله من الوالد انه انا في المكان الفلاني وحي ارزاق ولا تخافوش علي. لما روحوا من اليوم القافلة هذا اللي يقول لك يا عم معقول هذا خذوه، هذا أكل الضبع، ما قال هذا خطف الضبع وما أكل الضبع، معقول يأخذوا هذا الإنسان بدون هالقافلة هاي كلها؟ ما حدش مصدق يعني. نعم. الوالدة بتقول لهم يا أخوان يا جماعة أنا شفت اليهود بعيني وقال لهم سلمت يا خواجة سلمت، وما فيش بينه وبينه 10 أمتار. نعم. لابدهم إياهم باخذوا. المهم يا سيدي العزيز قال عشنا هذيك الفترة، روحت الوالدة جت الرسالة وهذا ما فيش في الخليل مكتب للصليب الدولي في بغزة. نعم. قالت الوالدة في إلي خالة متزوجة مع واحد اسمه عبد الله رضوان النجار من بيت عفة، هاي بيت عفة بتيجي منها ولا الجنوب الغربي حد سميل وتسير وحتى وكرتية هاي المناطق يعني. نعم. قالت اكتبوا لي هالرساله وانا بروح بوديها لغزه، فبات ليله عند خالتي وثاني ليله بارجع. هاي امك طبعا. امي. كتبنا لها الرساله ووديناها لغزه. بس وصلت باتت اول ليله وثاني ليله اخذوا الفلوج وقطعوا الخط ما بين بيت جبرين وبين غزه. الاسرائيل ما اخذوا الفلوج، حاصروا الفلوج. حاصروا الفلوج بس. نعم. قطعوا الخط اللي بيتصل ما بين غزه وبيت جبرين. نعم. اما اللي كان الجيش المصري هناك. نعم. ومن الجيش المصري مين كان؟ الضباط نقول واحد اسمه البيه طه ومحمد انور السادات وهذا مبارك وجمال عبد الناصر، هذول كانوا الضباط اللي بهذاك الحين. حسين كامل. نعم. في حسين كامل. كلهم هذول اللي كانوا الضباط اللي يقودوا الجيش المصري. نعم. هذاك الوقت. المهم تحاصروا وصارت الوالده في غزه والوالد مع اليهود. نعم. واحنا
في بيت جميل. مع قرايبنا لهم دار عمي حسين وخالي ابو عوي اسمه احمد حسن. نعم. وجماعتنا اللي كنا مسيرة مع بعض. ظلينا يا سيدي العزيز طلعنا من بيت جبريل لدورة لخرب اسمها بيت عوض. قريب من الدوامي شرق الدوامي. كان معنا شوالين جمع احنا. وصلناه لهنا. لما جينا نطلع من بيت عوض ضربوا على الدوائم اليهود وهاجموها. احنا رحلنا طبعا على دورة. طيب هلا انا راح اخذ القصة هاي من بعد بيت جبرين، راح نرجع لوالدك ووالدتك ولحظة لقائكم فيهم ومتى ووين. نعم. راح ارجع لعم ابو عمر. عم ابو عمر الان يعني احنا راح ما زلنا في بيت جبرين. نعم. وخلصنا من قصة اعتقال والده لعم ابو سميح. استقريتوا تقريبا انتوا شهرين في بيت جبرين تقريبا، وبعد ذلك احكي لي لحظات المغادره وسبب المغادره من بيت جبرين. سبب قرارنا الخروج من بيت جبرين. نعم. صار هجوم على بيت جبرين بالطيران. نعم. صار اهل بيت جبرين يتحركوا بالرحيل الى الشرق خوف من هجوم الاسرائيليين على بيت جبرين. نعم. فقررنا ان نروح لبلد اسمها بيت عوة لأننا نعرف ناس من أهل بيت عوة، فنسكن عندهم قليلا حتى نشوف شو المصير والعودة إلى بلدنا المنشأ الأساس. نعم. بركوسيا. فذهبنا إلى بيت عوة. في بيت عوة كان معنا بعض الأغنام، إحنا عائلتنا معنا بعض الأغنام. في يوم الجمعة احنا في بيت عوة صار هجوم على الدوائم، وبيت عوة مقابلة الى الدوائم من جهة الشرق وهي اعلى منها. نعم. يعني على تل عالي بيت عوة والدوائم تحت في الارض المنبسط. هذا الهجوم اثر على معنوياتنا فارتحلنا شرقا الى دورة نفسها. طبعا في مرحلة سكننا في وادي اسمه وادي جورة. وادي جورة. جورة؟ جورة. نعم. بين بيت عوة وبين دورة. فشعرنا انه احنا في ارض مخيفة جدا واحتمال يعني السطو علينا وارد جدا. انتم مين كنتم موجودين؟ بس عائلتكم كل حالهم؟ عائلتنا وابن عمي واخواته وخاله وزوجته. يعني انت الان كنت وحيد، انت وخواتك التنتين وحيدين. نعم. معانا معاهم الان. نعم. نعم. فارتحلنا من هذا المكان، بدنا نصلي المغرب يا اخي على كيف. ارتحلنا من هذا المكان الى دورة. في دورة اسكنت. طيب الان يعني الان انتقلت من هذا الوادي الى دورة. الى دورة نفس البلد. طب راح ناخذ استراحة ونرجع لدورة. يعطيك الف عافية. الله يعطيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. ما زلنا نجري هذا اللقاء مع الحاج محمد محمود ابو عمر القواسمي ابو سميح، والحاج احمد حسين محمد ابو عمر القواسمي ابو عمر من قرية بركوسيا قضاء الخليل، وهذا الجزء هو الجزء العاشر من هذا اللقاء. عمي ابو سميح، عمي ابو عمر، احنا وصلنا لدورة. والدك. نعم. معتقل في منطقة عسقلان. والدتك ذهبت الى غزة وتم حصار الجيش المصري في الفلوجي. نعم. وتم قطع الطريق اللي ما بين الفلوجي عراق المنشي بيت جبرين. نعم. ويعني تقطعت فوق بها سبل العودة الى منطقة دورة او منطقة الخليل. نعم. الان رح نحكي عن حياتكم في دورة. عمي ابو سميح انت موجود، انت وخواتك الدين في كنف. نعم. والده لابو عمر. نعم. جدي وكنف جدي لانه والدي. نعم. اصغر من ابوه لكن جدي. ايوه. نعم. كان جدك كان موجود. كان موجود جدي. هلا سؤالي لكم في دورة. نعم. وببدا بسؤال لابو عمر. نعم. في دورة وين كان سكنكم مقود؟ في دورة سكننا في مقام النبي نوح. نعم. وهو عبارة عن مسجد اجتمعت فيه عدد من العائلات من بلدان مختلفة. أسماء القرى اللي سكنت في هذا المكان؟ من الفلوجة ومن تل الصافي ومن بركوسيا ومن صميل ومن بيت جبرين ومن من الدوائمة
من مختلف القرى. نعم. القرى كله كان موجود في هذا المسجد. في هذا المسجد أنا في هذا المسجد إحنا سكننا فترة محدودة جدا. نعم. لأنه انتقلنا إلى الخليل بعدها مباشرة. لكن في هذا المسجد في مقام إنه سألتني كيف قدم لكم يعني معونات أو كذا. نعم. الناس في ذلك الوقت لا حياء يعني. نعم. كان فقر شديد مدقع. كان أجلك الله الحشرات مثل القمل يعني أراها تسبع على البلاط. نعم. المسجد. نعم. أول مرة في حياتي بسمع باسم جماعة الإخوان المسلمين لأنه كان منهم متطوعين جاءوا لي يعني لفلسطين للشهادة في فلسطين كما قالوا لي. كانوا يتقاسمون معنا إحنا الأطفال كانوا يتقاسمون معنا مخصصاتهم اليومية من البسكوت يعني كل واحد يعطي طفل من الأطفال نصف حصته من البسكوت المخصصة له. طب من أنو دول هدول كان قديم؟ هدول المصريين. نعم. جماعة الإخوان المسلمين المصريين أول مرة في حياتي بسمع عن هذه الجماعة في ذلك الوقت. نعم. يعني مبكر من حياتي. والحقيقة أنه كانت معاملتهم لطيفة جدا. نعم. ويتحدثون عن الجهاد وعن استرجاع فلسطين وضرورة ارجاع فلسطين وعن الموت والشهادة في سبيل فلسطين. نعم. المهم لم نبقى طويلا في هذه البلدة اللي هي دورة. وانتقلنا فورا إلى مدينة الخليل. انتقلنا إلى منطقة في شمال الخليل في الكروم. في كروم واحد بسموه من بيت أبو منشار. أبو نعم. منشار. نعم. الخليل. سكنت الكروم. سكننا في الكروم في بيت معمر في الكروم سكننا في هذا البيت. بس كعائلتك؟ عائلتي واللي معانا يعني الأخ أبو سميح وقاربنا. نعم. أي نعم. ثم منها انتقلنا إلى منطقة في الخليل عند بيت صياد أبو زينة في الخليل. وهناك جاءت طبعا أمه وإحنا يعني موجودين في عند صياد أبو زينة. ثم ارتحلوا هم إلى يعني بيت بمفردهم وإحنا ارتحلنا إلى بيت مفرد. يعني صار الافتراق بعد ما جاءت أمه من غزة قبل ما يجي والده برضه. نعم. ثم جاء والده. طيب. نعم. عند هاي لحظة الافتراق ما بين عائلتك وعائلتهم. راح أرجع معك إلى الخلف إلى الوراء. تفضل. وأسألك سؤال. نعم. توصف لي الحالة اللي أنتوا كنتوا فيها. نعم. من بركوسيا لبيت جبرين لخربة عوا ولا لدورة ثم للخليل. نعم. خلال هاي الرحلة اللي أنتوا مكثتوها. نعم. هل تعرضتوا للحر للعطش؟ هل كان في هناك مرض؟ هل يعني ليس فقط للحر والعطش. نعم. تعرضنا للحر، تعرضنا للعطش، تعرضنا للخوف مرات عديدة. نعم. في بيت جبريل كان لي أخين أصغر مني. نعم. فمرة صار هجوم على بيت جبريل وإحنا في داخل بيت جبريل عند أقارب إنا. نعم. وحصل إنه أمي حملت أخوي الأصغر. نعم. وأخوي اللي الأوسط كان معي. فأنا طبعا غير قادر على حمل أخوي وأخوي غير قادر أيضا على المشي على مسير. المشي. فكان مثلا الأخ أبو سميح بيساعدني مرة لكن شو يعني ماذا يفعل. نعم. لأنه أيضا هو عنده مشكلة عنده أخواته واحد أكبر منه واحد أصغر منه الأصغر منه قادر على المشي لكن كنا كمجموعة نضل نمشي مع بعضنا غير قادرين ولذلك افترقنا عن بعضنا وصاروا الناس يدوروا علينا وكذا. يعني تصور انت انه تكون في ساعة واحدة مثل هذه الساعة ما تشوف انه غير في قصف للمدينة وكل واحد يهرب اللي هرب من الشارع اليمين واللي من اليسار. يعني حالات مزرية تعرضنا لها كثيرة جدا. 6 ساعات لما عثرنا على امي 6 ساعات بعدها لما عثرنا على اخوي الاوسط مع ناس ثانية. يعني ثاني وهكذا يعني شعور من الجوع شعور من الخوف شعور من الرعب
لا تتصل. نعم. طيب الآن راح أوجه حديث لعمي أبو سميح، انتقلت من دورة إلى الخليل. نعم. وقبل يعني وصول والدك ووالدتك، ما قبل ما أنكم تتفرقوا كعائلتين عن بعض؟ نعم. طب احكي لي اللحظات اللي وصل فيها والدك وآلية وصوله وشو اللي صار. أول ما وصلت الوالدة طبعا جت من غزة تحرير زي ما قلنا لك. نعم. طريق جماعة بئر السبع. ترفع لي صوتك عم أبو سميح شوي. هذول كان معهم جمال وغال الله عزك، ويركبوا اللي كانوا يجيبوهم من غزة يروحوهم على الخليل ويأخذوا من الخليل على غزة. مين هم الأشخاص هذول اللي كانوا يعني؟ نعم، هذا عربان بن السهيل هم اللي كانوا هربوا. الأشخاص نعم. مقابل فلوس ولا؟ طبعا مقابل فلوس. نعم. كان كل واحد مش هذاك الوقت يعني فلوس كثيرة، أبو 5-6 دنانير. نعم. شايفها كل شخص يهربوهم طبعا عن طريق البر هاي اللي فيها السلم يعني ما فيش فيه خطر. نعم. روحت الوالدة بعد 2-3 أسابيع، روح الوالد عن طريق الصليب الأحمر، طلع عن القدس عن طريق بوابة مندلبوم، كان الصليب الأحمر الدولي يجيب الأسرى ويسلمهم لأهليهم من هناك. نعم. القدس. وروح عن طريق القدس والتم الشمل وقعدنا. التم الشمل في الخليل. في الخليل نعم. بعد الخليل يا سيدي الوالد أيام البلاد بركوسيا. نعم. كان يجونا ناس من دور الخليل من عيلته وشيخة، هذول كان عندهم حلال غنم كثير يعني، وكانوا ينزلوا على البلد وقت الحصاد موسم الحصاد، يجوا طبعا مشان يراعوا غنمهم وقتها يعني كان في معرفة. واحنا رحنا من الخليل على قرية اسمها خربة كرمة، هاي قريبة من الظهرية. نعم. يعني تكون جنوب الخليل. سكننا بالخربة هاي عند الجماعة هذول اللي من بيت من دار الشيخ، في معرفة يعني وصداقة، على أساس إنه إحنا نعيش نسوي لنا. راح الوالد سوى له دكانة بقالة بسيطة، وزرعنا شوية قمح وشاير يعني، قعدنا بيجي سنة عنده. نعم. شايف كيف؟ هذول دار عمي ضلوا بالخليل. ضلوا في الخليل. احنا ارتحنا بموجب انه بنعرف هذول الجماعة، هاي القرية من قرى دورة خربة، وقولوا لها خربة كرمة. نعم. شايف كيف؟ سكننا فيها حوالي سنة زمان، الوالد كان يزرع شوية قمح وشاير هذا الوقت، والدكان طبعا يجيب خضرة وما خضرة وحلويات يعني ما خفت. بعد السنة رجعنا للخليل، سكننا في الخليل يعني فترة. احنا رجعنا طبعا يعني كنت انا وعمر في مدرسة اسمها الدبوحي كانت لليهود في السابق، لما طلعوا اليهود اللي هم الثوار ايام 29 حصدوهم جميعا، هذول اليهود اللي كانوا بالدبوحي. ايوه. يعني ذبحوهم ذبح يعني الخليل نظفتهم بالمرة. نعم. احتلت أملاكهم اللي هي الدبوية هاي وعملوها مدرسة، الوكالة عملتها مدرسة. نعم. فإحنا كنا ندرس فيها أنا وعمر. هذا لما رجعتوا للخليل مرة ثانية؟ لما رجعنا للخليل. كملتوا تعليمكم هنا؟ كملنا تعليمنا، وصلنا للصف الثالث تقريبا يعني، ثالث ابتدائي فقط. يعني لما دخلنا بالمدرسة يعني كان بدي أقول لك عمري 8 سنين أو أكثر. لأنه راشد للسبعة وسنة سنة سنة كاملة بس. نعم. شايف كيف؟ وبعدها طلعنا. منين وين طلعتوا بعد ذلك؟ طلعنا طبعا من بركوسيا على المسلسل اللي حكينا لك. لا قصدي أنتوا بعد الصف الثالث اللي درسته أنت. قصدي أنا في الخليل ده كملت التعليم. الخليل ما نقول لك جينا من خربة كرمة هاي، سكننا بالخليل. والوالد الله يرحمه في الشغل في الخليل بسيط. نعم. صاروا يجون على شرق الأردن على الرمثة أول. نعم. الرمثة طبعا بلد فلاحين وفيها زراعة، كانوا يحصدوا وقت الحصاد. يعني مو سنة هذا؟ في 50؟ 52-53 تقريبا هيك شيء. موسم الحصاد يحصدوا. نعم. وقت الزراعة والفلاح وهذا يروح ياخذ يضمن أرض ياع النص ياع الثلث. هذا والدك؟ الوالد. وانتوا ظليتوا في الخليل؟ احنا ظلينا في الخليل. نعم. هذا أول سنة. بعد ما حصد ودرس وخلص يعني الانتاج اللي انتجه، شايف كيف؟
قال خلاص انا بقول له شنو في الخل ما قال شيء لا شغلي ولا عملي بدي اروح افدى عيالي واولادي واسمع الرمزة. اجى واخذنا انتقلنا على الرمزة اظن 53 تقريبا استقريت في الرمزة. استقرنا في الرمزة هذول دار عمي ظل في الخل. طب راح نرجع لك بعد الآن استقررته في الرمطة راح أعودك مرة ثانية. أنا برجع لعمي أبو عمر. أبو عمر أنتوا ما زلتوا في الخليل بعد ما افترقتوا عن بيت أبو سميح بيت والده أبو سميح. يعني احكي لي الأحداث اللي رافقتكم فيه في الخليل. شو اللي صار معكم في الخليل؟ في الخليل طبعا يعني انتقلنا من العائلات اللي كانت معانا أصبح يعني لها من يعيلها أو من يهتم بها. كل واحد صار طبعا ساكن في بيت لوحده. أبوي الله يرحمه يعني إيش؟ كان تاجر انتهى مهنة التجارة تجارة الماشي فصار طبعا يعني ربي ماشي وإحنا ضلينا يعني في المدرسة. أنا طبعا التحقت في المدرسة وحتى أكملت الثانوي العام في الخليل. في الخليل لأنه سنة ظليته في الخليل. في الخليل يا سيدي ظلينا طبعا أهلي ظلوا في الخليل ل 67 من احتلال الخليل. أيوة أنت خرجت قبل. أنا طبعا في 67 كنت تخرجت من دار المعلمين. وين دار المعلمين؟ في الخليل؟ في رام الله. نعم 62 تخرجت ثم ذهبت إلى قطر. نعم يعني درست سنتين في الفوار معلم في الفوار في وكالة البعوث. نعم ثم ذهبت إلى قطر في 64 طبعا التحقت انتساب في الجامعة حصلت على ليسانس سنة 70 تخرجت من جامعة من الجامعة بيروت العربية. نعم في 70 لكني ظليت في قطر يعني من 64 حتى 73 على حساب دولة قطر. لكن ما كنت أنا في قطر كنت موجود في الإمارات العربية المتحدة اللي كان اسمها في ذلك الوقت الساحل المتهادن. السهل؟ الساحل المتهادن تروشيال ستيتس. يعني من تروس هدنة تروشيال ستيتس. نعم الساحل المتهادن. فطبعا استقلت من قطر والتحقت بحكومة الإمارات العربية المتحدة في الـ73 لكن أهلي ظلوا في الخليل للسنة 67. في هذه اللحظة كنت أنا في قطر أخوي كان هون في حوارة الأوسط أخوي الأصغر كان راعي السعودية معلما في السعودية. فتصور لما عند احتلال الخليل مرة ثانية أبوي يأتي لاجئا مرة أخرى بدون شيء زي ما اخترق كل حاجة وأجي هون أيضا إلى الأردن اللجوء الثاني. نعم هذا يعني غير اللجوء الأول والرحلة اللي حكينا لك على رحلة العذاب. مرة ثانية رجعنا لاجئين واضطررنا أنه يعني لما شفت الوضع هيك قررت أشتري قطعة أرضي خلف الأخ المنطقة خلف الأخ سميح بنيت بيت سكنت أبوي فيه. كانت والدتك موجودة ولا؟ والدتي موجودة. نعم وجدي حتى كان معنا أبوي معنا ساكن معنا يعني. في البيت؟ في البيت. لأنه سنة ظليت في الخليج أنت؟ أنا ظليت في الخليج يا سيدي طولت في الخليج للتسعين يعني لل... ظليت في الخليج لما صدام احتل الكويت طردوني فروحت لليبيا ثلاث سنوات في ليبيا بعدين سنتين في الأردن بعدين رجعت الخليج في نفس وظيفتي موجه في الخليج. في أنه منطقة في الخليج؟ اشتغلت أنا في الخليج في العين في أبو ظبي في دبي في الشارقة. نعم كل هذه المناطق اشتغلت فيها في الخليج. طيب عمي أبو عمر يعني أعود إلى الخليل في اللحظة اللي أنتوا مكثتوا فيه بالخليل هل تم تسجيلكم في وكالة البعوث في الخليل؟ كلاجئين واحنا في الخليل صار عملية إحصاء مثلا انكم كلاجئين صار إحصاء لنا وسجلنا واحنا في الخليل لاجئين واستفدتوا من خدمات وكالة الغوث. استفدنا لأن انا درست في وكالة الغوث. نعم. درست دار المعلمين اللي هي تابعة لليونسكو. نعم اي نعم. طيب انتم في الخليل هل سكنتوا المخيمات؟ والدك سكن المخيمات؟
احنا ما سكناش المخيمات لظروف. نعم. مثل ما حكيت لك انه لما جينا من دورة سكننا في كروم اسمه كروم ابو منشار كان فيه بيت. نعم. ثم انتقلنا منه الى بيت فياض ابو زين وظلنا على طول يعني نستأجر بيت ما سكناش المخيمات، لكن انا درست في المخيم يعني مخيم الفوار انا درست فيه سنتين 62 الى 64. طب في مخيم الفوار لما درست فيه كان ما زال في خيام هناك ولا كان صار في بناء؟ لا كان صار في بناء. نعم. يعني انا درست في المخيم اللي في بلد النصارى مدة اسبوع على الفرشات اللي كانوا يحطون الواح يعطونا الواح مكتوب عليه. نعم. بس لمدة اسبوع بعدين انتقلت للمدرسة وكالة الغوث اللي هي يسموها الدبوية اللي حكى لك عنها الاخ نعم ابو سميح. طيب عم ابو سميح انت هل عشت المخيمات حياة المخيمات؟ لا ما سكنت المخيمات. ما سكنت المخيمات ابدا. طيب الان سؤالي لكم اثنين، يعني بعد هذا التشرد والعذاب وبعدكم عن ارضكم ووطنكم، هل سنحت لكم الفرصه بالعوده الى قريتكم بركوش؟ يعني هل زرت بركوشها بعد النكبه عمي ابو عمر بدايه؟ نعم زرتها. في انو سنه زرتها؟ زرتها في 74، لكن هذه الزياره كانت رحله عذاب من بدايتها الى نهايتها. نعم. يا سيدي كان الوالد والوالده رحمه الله عليهم موجودين يعني، وانا كنت تزوجت وصار معي بنتي، معي بنت صغيرة وزوجتي كانت حامل. نعم. فذهبنا، كان خالي لا يزال خالي موجود في الخليل، فذهبنا لزيارة خالي في الخليل ونشوف بركوسيا، لأنه بركوسيا طبعا من 48. نعم. فذهبنا إلى الخليل، ومن الخليل انطلقنا في رحلة بعد صلاة الفجر مباشرة إلى وين؟ إلى بركوسيا. نعم. عبر طبعا هالمسلسل ابنة ترقومية، ابنة بيت جبرين، عجور، تل الصافي، بركوسيا، يعني الطريق اللي مرينا عليها، دير الدباب. نعم. شوف ان عندك على مغلس ودير الدباب عندك اذا انتقلت على بيت بيت جبرين كانت ما زالت قائمه لما زرتها؟ جبرين لا كانت محتله، بيت جبرين محتله. لا قصد يعني قصدت كقريه كانت ما زالت قائمه بيوتها ولا مهدومه؟ فيها بيوت، كانت بيت جبرين فيها بيوت. فيها بيوت بس ما فيها ساكنين؟ لا فيش فيها سكان. نعم. وبعدين ذهبنا الى بركوسيا، بركوسيا كان فيها بيتين او ثلاث بيوت بس اللي باقي. نعم. الباقي كله مدمر بالجرافات. يعني فعل ما كان يعني للطبيعه هي؟ لا بفعل فاعل مدمر البيوت. مدمر بفعل فاعل. هل وصلت بيتك وبيت والدك؟ وصلت بيتي وعراني ابوي المكان اللي ولدت فيه. كان والدك معك؟ كان والدي ووالدتي، مش بس والدي، كان والدي ووالدتي. السياره احنا معانا سياره باص من هذول شو بتسموها زي باص الكيا او البان الصغير البان هذا. ومن بركوسيا رحنا الى صميل، الى دسير، الى الفلوجه، الى بعدين دنبه، وبعدين للرمله، بعدين ليافا، الى تل ابيب، الى حيفا، الى الناصره، طلعنا فوق لنابلس، للقدس، رجعنا على الخليل. يعني كل هاي رجعنا بعد صلاة العشاء، انطلقنا قبل صلاة الفجر ورجعنا بعد صلاة العشاء. طب شو الفترة الزمنية اللي مكثتها في بركوسيا؟ ساعة نص ساعة؟ الفترة الزمنية اللي مكثتها في بركوسيا تقريبا ساعة إلا ربع بس. طب كيف كان شعورك باللحظة اللي شعوري ايش؟ شعور يعني الإنسان المدمر اللي بيشوف أرضه يعني مدمرة وبيوت مهدمة والمقبرة مقبرة، شفنا مكان المقبرة وراني يعني أبوي وقال هون جدك فلان وهون جدك علان، يعني وراني كل هالأشياء. ثم بعد ذلك لما يعني انتقلنا إلى سدود، سدود اللي هو أشكلون اللي بيسموها أشكلون، هاي منها للغرب. في معاي أولاد خالي بيقرأوا عبراني وبيفهموا عبراني، حكوا لنا أنه هاي المنطقة ممنوعة،
قلت لهم ممنوعة مش ممنوعة، بدنا نقعد على هالبحر، هذا البحر إلنا للفلسطينيين، بدنا نقعد ونفطر هون على هالبحر. نعم. جلسنا على هالبحر وحطينا قدامنا هالسفرة وقاعدة بنفطر، وإذا الدبابات يعني السيارات. قديش بعيدين عن البحر كنتوا؟ بعيدين عن البحر تقريبا بس يمكن 20 متر فقط. أبدا. منطقة عسكرية مكتوب على منطقة عسكرية، ودخلنا احنا فيها. نعم. في هالبيت كذا، قلت له شو، انا بحكي عربي، يحكي معي ايش عبره، انا ما ردش عليه الا بالعربي يعني. اقول له انت ما يشوف كذا، قلت له انا ما، قال لي انت ايش، قلت له انت مغربي، قال لي اي انا مغربي. قلت له طيب وشو بدنا، بدنا نفطر، هاي احنا ما معناش اي شيء وحاجه والله. وبعدين يعني بالقوه سحبونا، وكانوا بدو يوديني على المحاكمة لأنه البوليس. بعدين عادوا قالوا طيب ما هم دام ما بعرفش عبراني وكذا خلاص روح، فسحبنا حالنا وروحنا. العذاب الأكبر لما وقفنا على الجسور يا سيدي. أنتوا راجعين ولا أنتوا رايحين؟ إحنا داخلين وإحنا راجعين. نعم. لما دخلنا قال أهلا وسهلا بالزوار في الباص تبعهم، قلت له إحنا أهل البلد، أنتوا الزوار. نعم. قال لي اسكت، قلت له مش ساكت، احنا ما احنا احنا جايين على بلدنا، شو زوار؟ قلنا من العين زوار. سكت يعني هو هذا اليهودي. اليهودي سكت. واحنا راجعين صفينا صفوف فيك، اجا قال لي تعال انت انتقل من هذا الصف الى هذا الصف. ليش؟ زوجتي حامل. قلت له انت خليك واقف هناك، تصريحها معي. قلت له ليش انتقل؟ قال لي خلاص هذا انت هذا مكانك. والله لما وصلت هذا قال لي لا انت يا اخي مش هذا مكانك. قلت له هذا مكاني، هي يسألوا. قال لي انت ما مسكته، مسكته هيك عبطته البندقية في ده، وانه الضابط جاي من تحت هناك. شو مشكلة؟ قلت له ما شايف شو حكوا، لكن انا بدي اطب، بدي اموت. ما يعني مشاعري انه إنه إنه ناس محتلين بلدي وأرضي وكذا، وأنا كمان أخرى يقعد يتأمر علي، وانتقل من هون وما تنتقل من هون، وأشوف الإسرائيلية بنت لبست لها الشورت. أقولها لما أعطيتها التصريح وقعت، قلت لها خلاص يعني من وين أروح أمضي؟ يعني أنا متعود في البلاد العربية إني أمضي من 50 موقع ساعة، وأقول لها وين، كل واحد أسأل وين أروح وعلى اي مكتب وعلى كذا. قالت لي خلاص. قلت لها يعني انا بقدر ازور كل فلسطين كلها؟ قالت لي اسرائيل. قلت لها فلسطين قالت لي شو ما هي بتقدر تزورها خلاص. قلت انت بتعطي؟ قالت انا جنيت انت يعني وحدي مجرد كذا يعطوك الثقه انه انا ازور، بينما انا لما ازور على بلدي في المطار الف على 50 منطقه واختم جوازي هون وهناك وهذا يمضي يعني وهكذا. فهاي اللي كان متوتر جدا يعني انا. فاجى الضابط من شو اسمه، قال له شو القصه؟ قال له يلا روح انصرف انت تعال. والله اخذني وراح مضى جوازي وجواز سفر ومرتي، ودانا على الباص مباشره قبل كل الركاب. بس بالفعل كنت متوتر جدا يعني. نعم. لانه الرحله اذا انا زرتها في سنه 1974، وبعدها والله يا أخي ما إلي نفس إني أزورها وهؤلاء اللي الآن موجودين فيها. بعد الآن ما 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 يعني ما إلي نفس يعني أزورها وأرى هذه الوجوه الغربان اللي موجودة فيها. أجلك الله. طيب عمي أبو عمر، عمي أبو سميح، أنت زرت البلاد ولا ما زرتها بركوسيا؟ لا والله بعد الهجرة أنا ما زرتها بعد الهجرة. طب الان يعني سؤالي لكم اثنين، لكم ديوان الان لبركوسيا؟ نعم. هون فيربد. فيربد نعم موجود. تحدثنا عنه ابو عمر، هذا الديوان وطبيعه الخدمات اللي بيقدمها لاهل البلد، هل انت عضو في هذا الديوان؟ نعم انا عضو. نعم. لكن الديوان اللي موجود عندنا ليس جمعيه خيريه، وانما نعم. هو ديوان يعني للاجتماعات العامه في حاله الموت، في حاله الافراح، في يعني حالة مناسبات عامة. نعم. ديوان لأهالي بركوسيا كلها، لأنتم بتعرف بركوسيا مثل ما حكيت لك إنه إحنا كنا أقارب.
نعم. يعني احنا وعبد الله فخذ ابو عمر وفخذ عبد الله حتى عام 1962 كنا بندفع مع بعضنا في الدم ومسلم نعم. معانا. الان احنا طبعا انفصلنا، ابو عمر لحاله وعبد الله لحاله، لكنه يعني بنعرف بعضنا وبنراعي شؤون بعضنا وبنلتقي في المضافي مع بعض. نعم. بس في المناسبات العامة في عندنا اقتراح الآن أن نشكل جمعية باسم بركوسيا إن شاء الله. نعم. مشان إحياء بركوسيا. نعم. طب تقريبا إحنا وصلنا لنهاية اللقاء، لكن قبل ما ننهي اللقاء في كم سؤال أنا راح أطرح عليكم عمي أبو عمر وعمي أبو سميح. نعم. وراح أسألك في موضوع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194. نعم. هذا القرار والذي صدر بشهر 12 عام 48 أقر حقك بالعودة إلى بلادك واسترداد كل ممتلكاتك والتعويض عن المعاناة التي عشتها نتيجة النكبة وفي الشتات. سؤالي لكم اثنين وراح أخذ إجابة أبو عمر في البداية وبعدين بأخذ إجابة أبو سميح. عمي أبو عمر، إذا ما توفرت لك فرصة العودة في ظل هذا القرار إلى بلادك، هل تعود إلى بلدك؟ أنا إذا استطعت أن أعود إلى بلدي فورا بدون أي تردد، لو كنت أملك كل الدنيا خارج هذا البلد برجع إليه لسبب واحد. نعم. أنا لا أشعر، أنا كلمة مواطن، كلمة مواطن لم أتمتع بها. نعم أنا في الأردن هنا يعني أعيش كمواطن أردني، لكني أشعر يعني إنه مسقط بلدي، مسقط رأسي، هذا الشيء لا يقدر بثمن يا أخي الكريم. نعم. ولذلك حق العودة يعني إذا أتيح لي أن أمارس حق العودة إلى بلدي بكل الأثمان يعني سأستخدمه. نعم. وأعود إلى بلدي. طب في ظل الاحتلال هل تعود لو سنحت لك الفرصة والتعود عن كل شيء؟ يعني أنت تعرضت لخسائر، يعني استرداد كل ممتلكاتك في ظل الاحتلال، هل بس دعني يعني أشرح لك شيء. أولا لا يستطيع إلا الله سبحانه وتعالى أن يعوضني عما خسرت. نعم. المعاناة التي يعني شاهدتها أنا في حياتي سواء لنفسي أو لغيري من الفلسطينيين لا تعوضها كل أموال الدنيا، كل أموال الدنيا لا تعوضها. نعم. وأنا رضيت أني أعود يعني تحت ظل الاحتلال، في ظل الاحتلال ما لا أستطيع أن أعود ظل الاحتلال، لكني أنا من حقي أن أعود إلى وطني حرا كريما. نعم. ليس تحت ظل الاحتلال. يعني أنت ترفض العودة، يعني لو سنحت لك الفرصة أنت ترفض العودة في ظل الاحتلال. نعم. يعني لو أخذنا مثال الشعب العراقي الآن. نعم. خرج من بغداد وخرج من العراق في ظل. نعم. الاحتلال الأمريكي. نعم. يعني هل العراقي يعني لما بده يرجع لبلده. نعم. بيرفض انه يرجع لبلده العراق. لا. في ظل الاحتلال العراقي اللي الامريكي. في فرق. نعم. اذا كان الامريكان بدهم يضلوا محتلين العراق مستوطنين زي ما اليهود مستوطنين في بلادنا. نعم. هذا وضع اخر. اما العراقيين الاحتلال الامريكي احتلال مؤقت، اذا رجعت حكومتهم العراقيه حكومه حره وحكومه وطنيه ورجعوا هذا امر عادي. أنا أريد أن أعيش في فلسطين حتى ولو قريب من أملاكي في ظل حكومة فلسطينية عربية فلسطينية، بعيش. نعم. بعيش في مدينة الخليل، بعيش في أي مدينة، بعيش في ترقومية، بعيش في إدنى قريب من بلدي، لكنه ما بحب أن أعيش تحت نير الاحتلال الإسرائيلي. طب عمي أبو عمر، في شيء بالدنيا ممكن أعوضك عن بلدك وأرضك؟ ما في شيء في الدنيا بعوضني عن بلدي وأرضي، ولا عن المعاناة اللي أنا صارت إلي كشخص، ولا عن لأولادي ولا لزوجتي ولا لأبي ولا لأمي ولا لإخواني الكثير من إخواني الفلسطينيين اللي بكيت وتألمت لهم أكثر من بكيت لنفسي. نعم. طب أنت بعد يعني هذا التشرد والمعاناة، معاناة السنين الطويلة عمي أبو عمر. نعم. كيف تشعر بمسؤولية المجتمع الدولي تجاه القضية الفلسطينية؟ هل تشعر أن العالم ككل قدم شيء لقضية فلسطين منذ النكبة لغاية الآن؟ يا سيدي، المجتمع الدولي تحكمه قواعد ونظم، وهذه القواعد والنظم التي تحكم تسيطر عليها يعني دول كبيرة، الدول الكبيرة هذه تسيطر عليها سياسات تخدم إسرائيل.
فأنا شاعر أنه أنا مظلوم، والمجتمع الدولي في حد ذاته مظلوم، وكثير من مواطني هذه الدول في المجتمع الدولي مظلومين مثلي، لكنه أنا طبعا انتزعت من أرضي. هو ربما يكون مظلوم لكنه مقيم على أرضه، لكني أنا مظلوم ومنتزع من أرضي. هذا هو الفارق. أنا شاعر أنه المجتمع الدولي مدين إلي على أن يعيدني إلى وطني ويحقق لحق العودة. نعم. طب يعني الآن أنتقل للسؤال لعمي أبو سميح. بعد هذا التشرد وقرار 194، أنت كلاجئ لو سنحت لك ظروف يعني أن تعود إلى بلدك واسترداد كل ممتلكاتك، هل تعود إلى بلدك؟ قال لك الأخ عمر، يعني لما بعود لبلدي طبعا ما كنش تحت سيطرة حكم إسرائيل أو، نعم، أو أي نوع من اللي يعني يكون منتدب ثاني. نعم. أما إذا كان صار الدولة فلسطينية مستقلة، نعم، ورجعنا للبلد ولوطننا ولا كذا، لا بأس، ما في مانع. بتعود إلى بلدك؟ نعم. طب في شيء بالدنيا بعوضك عن بلدك وأرضك عمي أبو سميح؟ الوطن غالي غالي جدا. طيب يعني المجتمع الدولي، العالم، بتشعر أنه قدم شيء لقضية فلسطين ولا كان منحاز للجانب الآخر؟ المجتمع الدولي كله ضد فلسطين. نعم. ما سووا لهم حاجة. ما سووا شيء. المؤتمرات واللقاءات هاي كلها ما سوت نتيجة. نعم. وكانوا كل يعني متحيد لإسرائيل. نعم. نعم. طب في كلمة أخيرة عمي أبو عمر حاب تحكيها قبل نهاية هذا اللقاء؟ نعم سيدي. تفضل. أنا طبعا معظم شبابي قضيت في مدينة الخليل. نعم. بركوسيا اللي هي بلدي اللي هي مسقط رأسي، عشت فيها يعني طفولة محدودة اللي هي تقريبا 7 سنين، ولذلك المعالم الأساسية اللي في ذهني القائمة لمدينة الخليل هي أيضا لا يعني محتلة وتحتير الاحتلال الإسرائيلي. نعم. حاليا في الضفة الغربية، لذلك مرات كثيرة يعني تحضرني مناسبات وأنا أقول بعض الأحيان بقول الشعر، فمن الأشياء اللي قلتها مثلا في الخليل: ويح الخليل فمن دمائي جرحها وعلي منه شملة حمراء، وهذا بمناسبة ما قتلوا المصلين في الحرم الإبراهيمي. وعندنا في وادي التفاح منطقة في الخليل اسمها وادي التفاح، أقول يا وادي التفاح دربك ما بها من السلام لدوحها الفينان. نعم. فوار، أنا اشتغلت في معلم، وإليك فوار القلوب تحية للأهل والأحباب والجيران، إني وذكراكم تضيء جوانحي، عفت البزات، وأنا موجود في قطر بسموها البزات. نعم. عفت البزات وذكرها أضماني. الله يعطيك العافية عمي أبو عمر، والله يعطيك العافية عمي أبو سميح. حياك الله. في نهاية اللقاء أنا سعيد عجاو من فلسطين في الذاكرة، بقدم لكم الشكر والتقدير على هذا اللقاء الطيب، وأنا سعيد بلقياكم وتعبتكم معي. بالعكس سعيد المنتصر. الله يخليك. بنحييك جميعا، نشكرك على جهودك، وبنحيي جميع المستمعين والمشاهدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يعطيكم ألف عافية. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، ونحيي جميع إخواننا الذين سيستمعون إلينا، ونأمل أنه أبنائنا يسمعوا هذا الكلام ويتعظوا به، لأنه كل فلوس الدنيا وكل أموال الدنيا لا تعوض الإنسان عن وطنه. شكرا لكم، الله يعطيكم العافية. تحياتي. شكرا.